بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني السلام عليكم. عندنا شوية مسائل نحكيو فيها فيما يخص الميدان بتاعنا، ميدان السيكل. قبل كل شيء نشكر الخيان اللي ساهموا يبثوا في العلم هذايا، كما بليح، كما ساجد، كما جهاد، كما العروسي وغيره وغيره، اللي عاملين جروبات وقاعدين معناتها الله يبارك لهم، قاعدين معناتها يعلموا في الخيان. الله يبارك لهم وان شاء الله ربي معهم. ونشكر الخيان اللي معناتها يتفاعلوا معنا على الصفحة بالجامات والكومنتات، ونعتذر للبعض اللي ما جاوبناهمش على بعض المسائل نظرا لكبر السن. واحد الملل واللي معناتها فتور، ديما مش موجود، ضغوطات الحياة، معناتها برشا أسباب وبرشا مسببات. فما شكون يلوم فينا، فما شكون من برا من تونس معناتها يقول اللي تونسي ميكانيكي تونسي متكبر. بالعكس، احنا لا عندناش المشاكل هذه، نحبوا معناتها نرضيوا الناس الكل، وهذاك المجهود ما عندناش مشكلة لا مع جزيري لا مع مصري. احنا عندنا مشكلة، واللي فرقنا هو الاستعمار. احنا كلنا أمة واحدة، اللي فرقنا وشتتنا هو الاستعمار. ربي يقول إنما المؤمنون إخوة، وما زالوا يفرقوا فينا. ما لا سيدي، إن شاء الله نعتذر لكم على عدم الرد على بعض الأسئلة. فما بعض السؤالات زادة ما نش معناتها ملمين بيها، ما نجموش نجاوبوا عليها. فما سؤالات زادة تافهة كيك معناتها. على كل حال، وبالنسبة للي معناتها باعثين معناتها انفيتاسيون على الفيسبوك، ما نجموش نقبلوهم، ما نجموش نفوتوا 5000. حاسين اللي لوموا فينا ان شاء الله نعتذروا لهم، وكان في مقدورنا باش نجموا نجاوبوهم نجاوبوهم. بالنسبة اللي عندهم كراسي كهربائية، اللي هما عندهم شازي الكتريك، واللي عندهم العربة، كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الإعاقات الجسدية، بالنسبة لمشاكلهم نجم يخليوا لي نمرو التليفون، نجم نجاوبهم ونستفسرهم بالقدام. وإن شاء الله باش نهبطوا عليهم هذوما العربات هذوما والكراسي هذو، باش نهبطوا على المانيبيلاتور اللي هو لوحة القيادة، وعلى الموتارات بعض الفيديوهات، باش نجموا نساهموا ونوضحوا لهم. بالنسبة للزملاء اللي هما قاعدين ينقبوا على بعضهم ويفتنوا، ننصحوهم انه ينقصوا شويه، ماذا بيهم يهسروا خيانهم الزملاء، ما يزيدوش شعلوا النار، يجيهم كل يوم معناتها نسى ديريت نتاع زيت، ولا كرو ما ركبهاش، ولا عجله معناتها ما مرخوفه، ولا كذا هاو خلالك، هاو نحالك، هاو قدالك، هاو فهمت بدلك ريجيلاتير، هاو ما عملكش اليزاج. ماذا بينا نستروا بعضنا وخيان، نخدموا وخيان مع بعضنا، ونتعاونوا مع بعضنا بالمعاون بكل شيء، بالافكار كما الدول معناتها يتبادلون الافكار معناتها والخبرات، نتعاونوا مع بعضنا باش نجموا نتقدموا. بالنسبه للسمساره نتاع السكوتيرات، والسمساره هذوما معناتها اللي هما يكعوروا دز اللعور، معناتها تلقاه يبيع سكوتير بالملايين، وهي معناتها ما تسويش، تلقاها كلها كي حيط طابي، انت تمسها ويطيح معناتها ريزين، كلها ريزين وسنتوفير، وتلقاه معناتها بواتة تزفر، تلقى معناتها الفيلبروكا معوجة، تلقاه يركب في قطعي قدم. وفما شكون من الخبث نتاعو معناتها جا، فما شكون جاني قال لي نحي لي القطايع الدوريجين وحط لي نشريهم من عنده ونحط له قطايع اوردينال باش يبيعها، باش يزيد يغش بيها. كي قلت له حرام تغشش، معناتها ماذا بينا نحلوا فلوسنا ونبعدوا على المشاكل هذيا. وهذا كما عادي نقول لكم، وان شاء الله ان شاء الله عيد مبروك بالمسبق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.